أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، والعن أعداءهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الإخوة الأحبة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نرحب بكم في هذه الندوة الاقتصادية، و التي تحاول أن تقرأ هذا الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتقدم بعض شيء من الرؤية الاختصاصية فيه. بطبيعة الحال لا أرى أن هنالك أي مقدمة ممكن أن نقدم لهذه الندوة، يعني هو جانبي مثل ما ذكر الأستاذ صعوبة التفسير ما يحدث، وإضافة ذلك أن يعني الواقع كله مقدمة، فلا يحتاج إلى مقدمة، ولكن إثارات بشكل عام. بعد أن نرحب طبعا بالدكتور حسن العالي الأمين العام السابق للتجمع القومي سابقا، ويبقى الشأن إن شاء الله عاليا، والأستاذ المهندس عبد الجليل خليل رئيس الكتلة والنائب السابق. طبعا هنالك بعض الإثارات يعني بشكل سريع لكي نهيئ لهذه الجلسة. نحن أمام ماذا؟ هل شيء يشابه الكساد العظيم الذي حدث في 1929، أم هو أقل حدة لكي يشابه الأزمة المالية في 2007-2008، أم هو يوصف بشيء آخر؟ ما يحدث هل هو حقيقي، يعني أزمة حقيقية بفعل معطيات طبيعية، أم هو شيء مفتعل؟ وبذلك ممكن أن تكون العلاجات طبعا مختلفة، وأن تكون في اليد أو خارج عن القدرة. دورنا كشعوب طبيعة الحال هنالك مشكلة، نحن كعوام غير مختصين ننظر إليها بشكل عام بسطحية أقرب ما يكون، ولكن النظرة الموضوعية العلمية الاختصاصية نريد أن نتعرف عليها هذه الليلة، لكي نعرف كيف نتعامل مع هذا الواقع، أيضا لكي لا نكون كما يقال حطب نحترق يعني من خلال هذه الأزمة نحترق، لأننا لم نقرأ جيدا ماذا يحدث وكيف نتعاطى مع هذا الواقع ونجتازه بشكل كفؤ وجيد. الكلمة طبعا للأحبة، نبدأ به، تفضلوا الأستاذ عبد الجليل خليل. أشكرك. أشكرك عزيزي على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن موضوع الأزمة الاقتصادية في البلد. لا شك ما نحاول أن نطرحه الليلة هي محاولة يعني أنا قبل لا أبدأ لا يفوتني، أنا صراحة أريد أن أسجل شهادة شكر واعتزاز للأستاذ مجيد ميلاد، وهو يحقق مرتبة الامتياز في الماجستير، فأنا أرجو يعني إبداء تحية حارة إلى هذا القيادي في جمعية الوفاق، ونسأل الله أن يفرج عنه. وهذا دليل آخر على أن الأستاذ مجيد ميلاد هو رجل حلول ورجل علم ورجل كفاءة وطنية. في وقفتنا الليلة نحاول أن نعالج موضوع الأزمة الاقتصادية من منظور اقتصادي تقني، حتى لا يقال أن المعارضة تحاول أن تسيس الأزمة، وإنما نحاول أن ننظر إلى الأزمة من ناحية خلنا نقول تقني، كيف وصلنا إلى هذه المرحلة. لا شك كما قال عزيزي، هل هي الأزمة هي أزمة حقيقية أم هي أزمة مفتعلة؟ لا شك، أنا قلتها سابقا قبل شهرين عندما جلسنا والتقينا حول هذا الموضوع في نفس المكان، لا، الأزمة المالية
هبوط أسعار النفط هي أزمة حقيقية، بل هو بمثابة زلزال على بعض الدول. يعني يمكن بعض الدول تتكيف نوعا ما مع هبوط أسعار النفط إذا كانت لديها بدائل وخيارات، بينما لدولة مثل البحرين تعتمد إيرادات الموازنة بنسبة 86% على النفط، فأي تقلب في أسعار النفط يزلزل ويزعزع الموازنة، لأنك ببساطة تتحدث عن 14% فقط. ماذا تفعل 14% في ظل هبوط نسبة 60%؟ يعني على سبيل المثال، الموازنة التي طرحت في لعام 2015 و2016، العجز في الموازنة كان مليار ونص في 2015 ومليار ونص في موازنة 2016. طبعا هذا على مقياس أن الموازنة وضعت 60 دولار للبرميل. يجب أن نلتفت إخوان لهذه النقطة. اليوم أسعار النفط هبطت، خصوصا النفط البحريني، لما يعادل 27 دولار للبرميل أو حتى 30 دولار للبرميل، بمعنى أن العجز تضاعف أيضا، وبالتالي محاولة الوصول، يعني إذا كان الموازنة قدرت على أساس 60 دولار، سعر التعادل اللي يسوي توازن بين المصروفات والإيرادات يقدر ب 130 دولار. طيب الآن بعد ما هبطت الأسعار إلى أقل من 30 دولار، ما هو سعر التعادل؟ يعني نعم هناك أزمة حقيقية، وخصوصا في وضعنا الاقتصادي. وبالتالي أنا تحاشيت أن أدخل في الأرقام حقيقة، لكني أريد أن أحاول أن أطرح خطوط عريضة لرؤية المعارضة في كيفية معالجة هذه الأزمة، وسأحاول أن أدلل ببعض الرؤى على تجارب المعارضة خاطتها يعني لما كنا في المجلس النيابي. النقطة الأولى، طبعا أنتم تعلمون أن الموازنة تأخرت 6 أشهر، يعني في منتصف 2015 تقريبا قدمت الموازنة، وبالتالي عام 2015 تقريبا إلى أن تقر الموازنة يكون قد انتهت سنة 2015، واليوم نتحدث كأننا نتحدث اليوم عن موازنة 2016 فقط. ولذلك أول نقطة أريد أن أثيرها في هذا الموضوع، أننا كنا نطالب بأن تكون الموازنة سنوية وليس سنتين، وهذا دخلنا في نقاش مع وزارة المالية في هذا الإطار. معظم الدول تذهب إلى الموازنة السنوية، لماذا؟ لأنه خصوصا في الدول التي تعتمد على سلعة مثل النفط تحيط بها ظروف صعبة وحساسة، حتى من ناحية دستورية. الأصل في المادة 109 من الدستور أن تكون الموازنة سنوية، تعد الحكومة الموازنة شاملة للمصروفات للإيرادات والمصروفات، لكنها لا تمنع أن تكون سنتين. ولذلك إحنا لما طرحنا من أجل ضبط الموازنة أن تكون الموازنة سنوية بما تحيط بها من ظروف، هذه نقطة شكلية. النقطة الثانية في رؤية المعارضة، أولا عندما ننظر للموازنات من 2000 على الأقل من 2002 إلى الوضع الحالي، هناك خلل. مثل ما قلنا، الخلل هو في أن لا يوجد تنويع في المصروفات غير النفطية، وبالتالي النقطة الثانية التي أطرحها هي زيادة الإيرادات غير النفطية. يعني عندما تنظر إلى جدول الموازنة عندك إيرادات النفط والغاز والإيرادات غير النفطية، ثم عندك الموازن المصروفات، ثم عندك العجز، المدخول والمخروج والعجز إذا حصل أو
السائط، عندما تنظر لمختلف الموازنات التي مرت علينا، هناك خلل في موضوع المصروفات غير النفطية. وهنا أريد أن أتحدث أننا في 2009 على ما أذكر في مناقشتنا لموازنة 2009 و2010 دخلنا في نقاشات مع وزارة المالية على هذا البند. ليش؟ إذا كنتم تعلمون أن في عام 2006 تم تأسيس شركة ممتلكات، وتلتها بعد ذلك في عام 2007 شركة النفط القابضة. ماذا كان الهدف من هذا الموضوع؟ هو أن تتم زيادة الإيرادات غير النفطية. عندما أسست شركة ممتلكات أعطيت أفضل الشركات تحت مظلتها بما يعادل 37 إلى 40 شركة الآن تديرها شركة ممتلكات بنسب متفاوتة، بنسب 100%، بنسب 50% أو أقل. يعني عندك مثلا شركة مثل ألبة توضع تحت شركة ممتلكات بنسبة البحرين تملك فيها 77%، تران خليج 100%، الام بي بي 100%، بنك البحرين الوطني، باتيلكو عندك أقل شوي، عندك الفورمولا 100%، عندك شركات 37 شركة الآن. المفروض الآن نتحدث اليوم بعد 10 سنوات، اليوم في 2016 نتكلم، يعني ممكن لما كنا نتحدث معهم كانوا يطالبون بمزيد من الوقت من أجل أن تحاول أو تتمكن شركة ممتلكات من ضبط هذه الشركات ومعالجة أوضاعها السابقة ثم دفعها إلى الأمام لتحقيق أرباح سائدة. اليوم بعد 10 سنوات ماذا قدمت؟ السؤال، ما هي الإيرادات التي أضافتها شركة ممتلكات للموازنة العامة؟ في 2009-2010 كان خلاف بيننا وبين وزارة المالية، كنا نطالب بإيرادات أكثر. هم اقترحوا أن تتقدم شركة ممتلكات ب$50 مليون في 2009 و$60 في 2010. رفضنا. هنا جيبوا الأرباح، يعني إذا 37 شركة تنتج لنا فقط 50 مليون في 2015 و$60 مليون في 2009 و2010. فكان عندنا جدل، طلبنا كل الحسابات المدققة لهذه الشركة. يعني مهم جدا المواطن يعلم أن هذه الشركات اليوم عندما جمعت مع بعضها تحت مظلة واحدة لا تقدم إلى خزينة الدولة إلا مبلغ زهيد، تتحدث عن $50 مليون. وليس هذه المسألة فقط، المشكلة أيضا أن هذه الشركات تطلب من الحكومة أيضا مبالغ تضاف وتضخ إلى هذه الشركات. يعني على سبيل المثال طيران الخليج المفروض على الأقل أن الشركات، شركة ممتلكات تعالج الشركات الرابحة بالشركات الخاسرة في الحد الأدنى في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية تحاول أن تقدم الأرباح. ما لاحظناه أنه على سبيل المثال في شركة طيران الخليج من موازنة 2009 إلى 2016، في 2009-2010 موازنة 2009-2010 الحكومة قدمت $400 مليون، في 2011-2012 قدمت $185 مليون، في 2013-2014 قدمت $170 مليون من الحكومة، من الموازنة، من الحكومة وضعت الموازنة مبلغ إلى 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 شركة طيران الخليج دعما من الأمور من المبالغ المدعومة. حتى في موازنة 2015-2016 خصصت ما يعادل 175 مليون دينار في تقديرية لشركة طيران الخليج. يعني قدمنا لشركة طيران الخليج من عام 2009 إلى 2016 مبلغ $900 مليون، ما يعادل $1 مليار. فلذلك رؤيتنا في هذا الموضوع تنمية الإيرادات غير النفطية ضروري. الفكرة صحيحة، المشكلة في الأداء، في الأداء. والمشكلة الأكبر أن الآن محاولة إبعاد شركة ممتلكات عن المحاسبة. يعني لابد إذا أردت فعلا أن نريد أن نعطي إيرادات
إضافية من شركة ممتلكات لابد أن تكون شركة مساءلة بالكامل، حتى شركة إدامة مملوكة 100% للحكومة. معروف شركة إدامة هي الشركة التي تدير الأراضي والاستثمارات لكل الأراضي والاستثمارات العقارية لدولة البحرين. يعني أنت عندك شركات كبرى كلها تحت شركة ممتلكات ثم لا تقدم العائد المجزي الذي يساعد على رفع نسبة الإيرادات غير النفطية. أنا أعطي خطوط عريضة حتى لا أدخل في التفاصيل. النقطة الثانية الشركات، دعم الشركات، يعني شركات الغاز خصوصا بالنسبة إلى الغاز. الحكومة كانت تعطي سعر الغاز بالدولار، دولار واحد لوحدة البي تي يو من الغاز، ثم بعد الضغط زيد هذا السعر بنسبة 25%، بينما في السوق العالمي يتحكي عن 4 دولار. وبالتالي أنا ذكرت لكم في حتى في هذا المقام أن في الحساب الختامي لعام 2014 هناك مبلغ قدر ب 500 مليون دينار قدم دعم لشركات الغاز، لشركات ألبا وجي بي آيز جي بي آي سي، هالشركات تعتمد على الغاز. طيب أنت أعطيت سعر مخفض للغاز إلى الشركات، في المقابل عندما طالبنا أن يكون هناك خصم تاكس يسمونه كوربوريت تاكس، هذا الكوربوريت تاكس يؤخذ من ربح الشركات. يعني في السعودية معمول به، في الكويت معمول به، في عمان معمول به. أنا الغريب في عمان لاحظت السنة هذه السنة تم زيادة نسبة الكوربوريت تاكس من 12% من صافي الربح حتى 15%، بينما الشركات العاملة في البحرين لا يوجد عليها تاكس. وفي نفس الوقت الشركات البحرينية تعطى دعم غاز مدعوم. وأنتم تذكرون يعني في كل الموازنات يقدر دعم للشركات، يعني حتى في موازنة 2011-2012 قدر بما يعادل 800 مليون شاملة لكل الشركات والمواطنين. وبالتالي النقطة الثانية التي أريد أن أثيرها بعجالة أنه لابد من اللجوء إلى وضع ضريبة على أرباح الشركات. لا يعني أنت لن تأخذ من الإيرادات من الشركة حتى تقول أن الشركات ستخسر. الشركات الرابحة تأخذ منها نسبة من الربح. النقطة الثالثة ضبط الإنفاق والأولوية للتعليم والصحة، كل هذه تصب في عملية توزيع الموازنة. أيضا في إذا تذكرون في عام 2009 صار جدل كبير في موضوع الموازنة، وكنا نصر أنه لابد من تقليل الموازنة الأمنية وزيادة الموازنات في الصحة والتعليم، باعتبار أن ضخ المصروفات أو الصرف في مجال التعليم والصحة هو الذي يؤدي إلى خلق بنية حقيقية للدولة ومستقبل واعد. في معظم الموازنات ما نلاحظه أن الموازنة التعليم والصحة تأتي بعدا وليست في المرتبة الأولى، بينما أن مختلف الدول المتقدمة الموازنة الأولوية الأولى هي تكون للتعليم وللصحة ثم تأتي بقية الوزارات. وبالتالي الملاحظة الثالثة التي لدينا في توزيع الموازنات أنها يجب أن تعطى الأولوية للصحة والتعليم. رابعا ميزانية الأداء والبرامج. الآن الموازنة المعمول بها هي موازنة الأبواب وهي الموازنة التقليدية، بينما هناك موازنة الأداء والبرامج بحيث أن يخصص المبلغ للبرنامج وتتم المساءلة ويراقب المخارج من هذه الموازنة وهذه المبالغ. هذا معمول به في دبي، دولة قريبة يعني في دبي معمول به. عندما دخلنا في نقاشات مع وزارة المالية
قدمت الوزارة جدول زمني للتحول إلى موازنة الأداء والبرامج والأداء. وفي الجدول الزمني الذي أعطي إلينا كان تبدأ في عام 2009 وتطبق كاملة على جميع الجهات والوزارات الحكومية في موازنة 2015-2016. يعني المفروض موازنة 2015-2016 هي موازنة البرامج والأداء، بينما ما قدم هو موازنة تقليدية للأبواب، وبالتالي يصعب فيها المساءلة، خصوصا عندما تقدم لسنتين وليست لسنة واحدة. خامسا، حماية الطبقات الفقيرة. يعني الآن في الموازنة الحالية الموجودة بوجود العجز مليار ونصف للسنتين، وقلنا ستتم مضاعفتها بعد هبوط أسعار النفط أزيد، الحكومة ذهبت إلى أولا رفع الدعم عن المواد الغذائية، عن اللحوم والدجاج، ثم ذهبت إلى رفع الدعم عن أسعار النفط، أسعار البترول، وستذهب في مارس برفع أسعار الكهرباء والماء. وأنا أقول أن لو جمعت، يعني هم في تركيزهم، لذلك تحاشيت الأرقام وتضيع الأرقام، ولكن في مناقشة الحكومة ووزارة المالية قدمت في الموازنة أنها على سبيل المثال في موازنة 2015 قالت أن هناك ما يعادل 1,400,000,000 دينار هو مخصص كله للدعم المباشر للمواطن. وطبعا تدخل في هذه، يعني لا بس تتذكرون هذا، أنا عرضته من قبل بعد، يعني أن هناك حوالي 105 مليون دينار تذهب إلى الجامعات ودعم الأرامل والأيتام والمستحقين، وعندنا 115 دينار يذهب إلى معونة غلاء المعيشة، و48 برامج دعم الإسكان، و105 علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، واللحوم 57 مليون دينار، والكهرباء 326 دينار. يعني الآن بعد رفع الدعم عن اللحوم والدجاج ثم البنزين ثم الكهرباء والماء، معناته أنهم الآن يحاولون أن يطبقون يرفعون الدعم عن كل هذه الشبكة التي تشكل شبكة أمان للمجتمع كحماية اجتماعية. بس أنا أقول جدلا، حتى لو رفع كل الدعم الموجود المليار وأربعمائة مليون دينار، لو رفع بالكامل، هل سيعالج العجز؟ ما يمكن. يعني أنت عندك عجز مليار ونصف في 2015 ومليار في 2016، ومع هبوط أسعار النفط الآن تتحدث عن أكثر من 3 مليار دينار عجز، وفي نفس الوقت رفعه بهذه الطريقة. يعني إحنا لما نتحدث كرؤية لدينا في هذا الموضوع أن لابد، أولا صحيح ما يمكن أن دولة تقدم دعم مفتوح للمواطن وغير المواطن، للقطاع الخاص والقطاع العام، دعم مفتوح بهذا المبلغ دون أن تكون هناك ضوابط. صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن في رؤيتنا أن هذا الموضوع أولا في محاولة رفع الدعم لابد أن تراعى أولا حماية الطبقة الضعيفة، بحيث أن تكون هناك آلية لدعم والحفاظ على الشبكة الاجتماعية، شبكة أمان. اثنين، لابد من معالجة التدرج. المشكلة أن الآن رفع الدعم كله في فترة بسيطة، أنت تتحدث عن 3 أشهر تقريبا فقط والدعم كله سيرفع، وبالتالي لدينا صورة واضحة في هذا الموضوع. لابد أن تكون هناك آلية لحماية، يعني الآن في موضوع اللحم والدجاج تم تعويض بمبلغ بسيط،
لكن في النفط وفي البترول أبدا لم يكن هناك أي دعم. آخر شيء. آخر شيء. إيه خلاص. إيه أنا. النقطة الأخيرة في رؤية المعارضة هي أن الإصلاح السياسي والشراكة ما يمكن الآن في وجود أزمة سياسية أن تأتي وتفرض كل هذه التدابير من رفع دعم وتقشف في ظل وجود أزمة سياسية. أتحدث من منظور اقتصادي، لابد من وجود إصلاح سياسي وشراكة في إدارة هذه المرحلة. اليوم نحن لا نتحدث عن فترة مؤقتة، يعني بعض الخبراء المتفائلين يتحدثون عن عام 2017 يمكن شوية يصير فيه شوي تحسن، بس أغلب المحللين يرون أنها فترة ستطول، خصوصا مع وجود الركود في الاقتصاد الصيني ورفع تصدير النفط من الولايات المتحدة الأمريكية. معناته هناك يعني عملية ضخ نفط أكبر من المطلوب، والآن بعد النفط الإيراني سيتم ضخه في خلال أيام، وبالتالي أسعار النفط ستظل لفترة أطول منخفضة الأسعار، وبالتالي لابد من وجود إصلاح سياسي والشراكة في إدارة المرحلة. يعني أنا أتحدث الآن في هذه النقطة ناحية كارنيجي، فرصة الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البحرين. صحيح أن هذه المرحلة يمكن تعطي فرصة للدولة وللحكومة لمعالجة خلل صرف الإعانات، لكنها في نفس الوقت هي فرصة للإصلاح السياسي. بل أن حتى صندوق النقد الدولي تحدث عن ضرورة ضبط الإنفاق، اثنين ضرورة حل الأزمة السياسية. في تقريره في عام 2013 وتقريره في عام 2014، الريبورت الذي أرسل إلى البحرين في تاريخ 18 جون 2014 كان واضح بضرورة أن يكون هناك إصلاح سياسي في البحرين وضبط الإنفاق وعدم الاعتماد على سعر النفط فقط بما يعادل 86%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.